بك يا هلا بك هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن، روحانية يومك غير والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. بركة مرتاحين والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة السلام عليكم خوتي خوتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيف بقيتوا مع الصيام؟ الله يتقبل منا جميعا. يلا حبيبي اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا العصير، هذا صحي وغزال، بالخصوص فيه فوائد غزاله للبشره ديالنا. وكيف كتعرفوا حنايا النساء كنبغيو البشره ديالنا تكون دائما مشرقه، والبشره باش تكون مشرقه خاصها تكون مخدومه من الداخل ماشي من الخارج. خاص دائما نكونوا كناكلوا شي حوايج اللي كنعاونوا بها البشره ديالنا باش تبقى دائما مشرقه ومنوره. ولليوم جبت لكم انا هذا العصير ديال المشمش مع البرتقال والجزر، ان شاء الله بحبل الله طريقه غزاله البنات، بالخصوص البنات اللي كيعانيوا من الغازات. كتقول لك ما كنقدرش ناكل ما كنقدرش نشرب العصير في رمضان لان كنبقى يدير لي الحريق في المصارم او في هذا، كنبقى نحس براسي ما مرتاحش. بالعكس هذا كل شيء كيكون فيه طيب وطريقه غزاله وكيجي روعه البنات، لا في المذاق كيحمقوا عليه الكبار والصغار. يعني شحال ما وصفت لكم في هذا العصير هذا ما غادي تعرفوا بالمذاق ديالو حتى غادي تجربوه البنات. يلا حبيبي عندنا المشمش نفس الكميه ديال الجزر، يعني الا درت نص كيلو ديال الجزر غندير نص كيلو ديال المشمش، الا درت ربع كيلو غندير ربع كيلو، احنا متفقين على هذه القضيه هذه. اما العصير ديال البرتقال، البرتقال الكميه غير محدوده، كل واحد الذوق ديالو. الا بغيتي العصير ديالك يجي خفيف كتقوي من البرتقال والماء، والا بغيتيه ثقيل كتنقصي من البرتقال ومن الماء، غير باش كيجيو متوازنين باش ما يجيكش غير المذاق ديال الماء بوحديتو. يعني كتكون النسبه فيك انت عندك الاختيار ديالها. بالنسبه للمشمش البنات اختاروه يكون طايب، ما يكونش هذاك اللي كيكون قاصح، كيكون شويه مازال في ديك الحموضيه. يعني من الاحسن يكون طايب باش كيكون حلو وعاطينا ديك الحلاوه وداك المذاق المشمش. البنات اول حاجه هي اننا غادي نبداو بالجزر، يعني خيزو هو الاول لانه هو الاول غادي نديروه يطيب. اول حاجه هو الاول اللي غادي نديروه يطيب. نحبس باش ندير لكم الصداع ونرجع. البنات غادي نقطعوه غير هكذا يا دابا باش غير يطيب. شفتوا لا صداع، والله الا بلا صداع ندير لكم غير هكا صافي. غادي نقطعو كامل هكذا صافي، غنكملو ونرجع معكم. هانتوما البنات صافي قطعتو دوائر، دابا غادي ندير له الماء، غادي نعمر الماء، يعني غادي ندير مزيان هاك لان مازال غنزيد المشمش ما نحتاجش نزيد الماء عليه. دابا البنات هذا غادي نديرو يطيب لمدة 15 دقيقة، 15 دقيقة غادي يطيب، عاد غنضيف عليه المشمش. المشمش غادي نخليه يطيب موراه غير 10 دقائق، الجزر 15 دقيقة والمشمش غير 10 دقائق. صافي البنات كيف كتشوفوا داز ربع ساعة صافي الجزر طاب، ولكن بما انه هاد الاناء عندي صغير غادي نديرو في اناء واحد اخر يكون كبر باش تجيني. كيحس التليفون طبوب صافي، غادي نديرو دابا البنات صافي غادي نقطع عاوتاني المشمش، غنحيدو له غير العظم ديالو. ها انتما معاك يكون طايب راه ساهل باش كيتحيد،
ولكن هذا العظم البنات نصيحة جمعوه لأن غادي نحتاجوه في واحد الوصفة إن شاء الله غادي نحطها لكم مفيدة وغزالة غزالة غزالة لجميع المشاكل ديال البشرة وحتى اليدين اللي نديداتنا راهم كلاو الدق مع جافيل والمعقمات. يعني خاصنا نبداو الوصفات إن شاء الله البنات. صافي المشماش غادي نقيه غادي نحيدلو غير ديك البلاصة فين كيكون عنده داك العويد، شايفين البنات تما كاين داك البليصة اللي كتكون كحيحلة هاديك اللي غادي نحيدها. صافي وغادي نقطعو لأن من بعد غادي نبداو نطحنوه، يعني تقدرو تقطعوه عشوائي على أربعة ولا تخليوه تا هكا صحيح راه مكاينش مشكل، غير أنا كنقسمو على أربعة هكا باش دغيا دغيا كيطيب مكياخدليش وقت، هو أصلا راه طايب مفيه ما يطيب. صافي البنات غادي نكمل كل شيء ونرجع معكم. صافي البنات كيف كتشوفوا غادي ندير المشماش اللي قطعت على الجزر. صافي وغادي نردو يطيب لمدة 10 دقائق البنات، للتذكير انه الجزر درنا له 15 دقيقة ولكن المشماش غير 10 دقائق. عصرت داك البرتقال اللي كان عندي غادي نضيفو عليه، تقدو ديرو اكثر البنات تقدو تضيفو اكثر. صافي غادي نرجعو يطيب. ها هو دا البنات دابا صافي طاب، هانتوما شوفو كي كيرجع شو هداك العصير ديالو كلشي طايب. دابا غادي نخليه يبرد شوية باش نقدر انني نطحنو، غنخليه غير في المطبخ. صافي البنات من بعد ما برد غادي ندير له كيس واحد ديال الفاني، تقدو ديروا الفاني اللي كيكون عويدات، تقدر الا كانت عندكم النكهه ديال المشماش ديروها، تقدو تخليوه طبيعي الا ما بغيتوش ديروا حتى شي حاجه، يعني اختياري. بالنسبه للسكر انا غادي ندير 3 المعالق كبار ديال السكر، ولكن السكر كيبقى حسب الذوق البنات، كل وحده كدير على حسب الذوق ديالها. اللي كيبغي الحلاوه بزاف كيدير الحلاوه بزاف، واللي كيبغيها قليله كيديرها قليله، وتقدو تخليوه طبيعي. انا كندير السكر هذاك البني، يعني السكر ديال القصب لان هذا هو المفضل عندي ملي كنبغي نستعمل السكر. هانتوما البنات هنا كنحيد ديك الرغوه اللي كتكون الفوق، يعني غير كتعمر لي الكاس ولا كتعمر لي القرعه بلا فائده، يعني دائما كنحيدها. هنا بغيت البنات نوريكم انه شحال عطاني، عطاني 4 ديال الليترات، يعني 4 يترو والقوام ديالو متوسط، يعني ما خفيفش وما تقيلش بزاف. صافي دابا غادي نديرو في الثلاجة، منين يبرد غنقدمه لكم ان شاء الله. صافي البنات العصير ديالنا وجد وبرد، صافي دابا ولا واجد للتقديم. كنتمنى البنات انكم تجربوه، بصراحة كيجي غزال غزال غزال، الا جربتوه راك عمركم غتستغناو عليه، وانه كيعطي كمية كثيرة وكيجي غزال روعة. اللي شربوا عندكم كيعرفوا بانه شي حاجة ديال الدار وزوينة ومفيدة لنا. كنتمنى انكم تجربوه البنات وتردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعة ديالكم، اللي مازال ما مشتركش مرحبا والف مرحبا، تصبح واحد من العائلة. واللي مشتركين معنا ما تنساوش اللايكات، لان بزاف اللي شفتهم كيخليو لي التعاليق ولكن ما كيديروش اللايكات، لان كنكون مازال كنشوف الفيديوهات كيف طلع كيطلعوا التعاليق ولكن اللايكات ما كيطلعوش. يا ريت انكم ديروا التعاليق وديروا لي اللايكات البنات باش يطلعوا لي فيديو ويشوفوهم الناس وتستافد الناس اكثر اكثر. كنشكركم بزاف حبايبي، ورمضان مبارك سعيد مره اخرى، وبصحه فطوركم، والى اللقاء الفيديو القادم ان شاء الله.
يا رمضان والله اشتقنا فرحنا يومك غير.